الدستور بيتيح يعني ترك الباب مواربا او حتى مفتوحا على مصراعي لاختيار اي نظام انتخابي. لدينا تجربه، لنا تجربه مع نظم انتخابيه اللي هي نظام القائمه المطلقه، مزيج من القائمه المطلقه والنظام الفردي. ماذا كانت نتائجه؟ كانت نتائجه البرلمان الحالي. نتائجه البرلمان الحالي، ايه نتائجه في جذب الناس الى التصويت؟ كانت نتائج محدوده جدا. يعني بالارقام الرسميه كانت نسبة الإقبال في الدورة الأولى 28% من إجمالي الناخبين المقيدين. في الدورة الثانية التي فازت، التي انتهت إلى وضع الناس دي على الكراسي في غالبهم، كان نسبة الإقبال 20%. بالنظام الانتخابي الذي اختير اللي هو فردي أو قائمة مطلقة، الذي يفوز بنصف الأصوات زائدا واحد، صوت واحد، بيأخذ الكرسي. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ببساطه ومن غير حسبة درمة، ان هؤلاء النواب الـ600 ما عدا طبعا الـ5% المعينين، يعني 570 نائبا، جاءوا بـ10% من اصوات الناخبين. هذا يعني ضيق رهيب، ضيق مقلق في القاعده الشعبيه التي قام عليها البرلمان. هذا لا يعني عدم شرعية البرلمان من الزاوية الإجرائية، لأن الدستور لا يحدد نصابا معينا للانتخابات العامة. طبعا فكرة النصاب المعين موجودة في الانتخابات الخاصة، انتخابات النقابات المهنية بالذات، لكن في الانتخابات العامة يعني برلمانية أو محلية أو رئاسية ما فيش نصاب معين. لكن إجرائيا شرعية إجرائية، لكن عشان تكتسب مساحة أوسع من الرضا ومن التعبير تفرز برلمانا نتمنى الا يكون كالبرلمان الحالي بخيره وشره، ما اللي هو ما فيهوش استجواب واحد في حياته، وحتى لفت الكلام ده نظر رئيس سيسي نفسه، قال يعني ايه فيه مشكله ليه تعملوا استجواب؟ يعني بدا عجبا. فانت محتاج بدل ان انت تقول خلاص برلمان هو يقضي دورته الاخيره لا تمتد الى يناير، احنا محتاجين نعيد النظر في النظام الانتخابي. يعني ايه نعيد النظر في النظام الانتخابي؟ يعني احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين نحيي السياسه في هذا البلد. السياسه يعني ايه؟ السياسه مش مجرد كلام بيتقال ولا كلام اهاوي. السياسه هي البرامج المختلفه وامكانيه التصويب. انت عندك بلد فيه انجازات وفيه وجوه انحيازات كثيره جدا ضد الفقراء والطبقات الوسطى. انت تحتاج الى الحوار.